هذا مخدر اللي كيدمر دمار شامل، كتأدي به الاكتئاب، كتأدي به الواحد لو بارانويا، ان الانسان كينسالخ بشكل تام على الواقع ديالو. الصحه كتمشي، الجيب كيمشي، فقدان الشهيه، الماكله ما كتبقاش، كتاخذ داك اللحم وكتلوحك اعظم. كيلو الهرمون الدوبامين، يعني بواحد الطريقه سريعه جدا كيولي مدمن عليها، الا ما تناولهاش كيولي كيرتعش. حنا كنسميو هنا واحد المصطلح دار التفرقيعه، اذا التفرقيعه كيولي ان مونستر، كيولي كيشكل خطوره داخل المجتمع، كيولي يدير شي حوايج وهو ما كيستوعبهمش. وشنو هو هذا المخدر اللي كتاخذيه؟ مازال المخدر اللي كندير اللي معروف دابا بوفا. شنو هو البوفا؟ بوفا هي واحد لوكراك، ولا البوفا هي واحد المخدر كيتصنع من الكوكايين، كيخلطوه بدي ماتيير شيميك باش كيولي حجيره. هذيك الحجيره سسبونسون بواحد واحد لا ميثود ديال قرعه ستيلو ايدو، كتخليك تنسى المشاكل، كتخليك تنسى. وهذا البوفا جربتيها طبعا؟ بيان سور. ورا هي علاش؟ شنو هو الاحساس ديالك من خديتي هذا المخدر هذا؟ الوقت اللي خديت فيها المخدر كان عندي لي بروبليم بيرسونيل، دونك ما بوكو سولاجي باش نسيت هذوك المشاكل ديالي. كوم دمرت لي حياتي، دونك عاوناتني في واحد لو كوتي انني نسيت المشاكل ولكن دمرت لي حياتي اون فات. وشحال كنتي كتخسري في هذا البوف هذا؟ بالنسبه لو مونطون اللي بديت بيه، بديت بان مونطون جورنالي ديال 10 درهم في النهار، 10000 5000 6000 7000 درهم في الليله. و 10000 درهم على لالا فاطمه ما كتشوفيهاش، يعني واحد العدد كبير. بيان سور، بالنسبه لواحد اللي ما عندوش امكانيات، 10000 درهم كيخدم عليها العام كامل باش يجمع. حيت البوفا ولات منتشره بزاف بواحد الطريقه انكرويابل عندنا هنايا في المغرب، سورتو في كازا، وكاينين في دي ريجيون اللي معروفه بهم. اولا ما كاينش السلطات ما دايرش الخدمه ديالها، داكشي اللي كتباع بالعلالي اون بلان بيبليك. اي توت بيرسون تقدر تمشي تاخذها من لاج دو 14 15 16 ولا كيتعطاو ليها، حتى لي زون اجي دو 70 80 طون ولا كيتعطاو ليها. دونك انا جو كونساي الناس انهم ماشي، اولا المحاربه ديال دوك الناس اللي كيبيعوها اون برومي طون، و توعيه الناس اللي كيكونسوميو. عنده جوج طرقان، يا إما يتبع قرايته ومستقبله وينجح، يا إما يتبع البوفا اللي ضيع حياته اللي يخرج مكان في الزنقة كيدور في الزنقة كيسطي، حيت هي كتسطي الدماغ. تبارك الله عليك على هاد المواجهة الصريحة وهاد الحقيقة اللي منبعتها من القلب، تبارك الله عليك والله يعطيك الصحة. وهذه رسالة يعني موجهة حتى للشباب المغربي قاطبة، يعني كنقولوا لهم وبصوت عالي، حذاري ثم حذاري من هذا البوفا، لان تكلمنا ما يزيد عن 22 سنه حنا كنتكلموا على بوله حمراء اللي هي القرقوبي. الان كيظهر هذا المخدر الجديد، هذا الافه الخطيره، هذا الفضيحه الكبرى، وللاسف وللحسرة الناس يعني مسؤولين داخل الوطن ساكتين على هذا الشيء. يعني خاص تكثف الجهود، الناس المسؤولين خصهم ينفضوا الغبار عنهم ونديروا استراتيجيه عمل على لالا فاطمه بوكو با ونجحوا. علاش لا نجحوا؟ لان احنا دائما وابدا كندافعوا على هذا الوطن، لان من كنقولوا يعني القضاء على هذا البوفا ولا القرقوبي ولا، راه كنحميوا التراب الوطني المغربي، احب من احب وكره من كره. لالا فاطمه نهار كبير هذا، يعني عندك الفولونتي تبارك الله كبير بزاف بزاف. هذا المخدر الدخيل والجديد على الدوله ديالنا اللي هو البوفا، من اللي عنده اعراض اللي خطيره 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 جدا، منها الهلوسه، منها الانسان كيفقد الكرامه ديالو، الانسان عنده اعراض اللي ما عمر شي مخدر كان في المغرب. هذا مخدر اللي كيدمر دمار شامل. ومن هذا المنبر كندعو الدوله المغربيه وخاصه وزاره الصحه باش تدير التفاته للمجتمع المدني اللي كيشتغل في الادمان وتدخلوا في السياسه المقبله الماليه. من بين الاعراض ديال هذا المخدر، اولا كيبدا بلاسيور بالتعرق، هذا بالنسبه للانسان الجديد، شويه كيدخل في واحد عالم ديال الهلوسه،
الهلوسه السمعيه والهلوسه البصريه، كتؤدي به الاكتئاب، كتؤدي به لواحد لو بارانويا، ان الانسان كينسالخ بشكل تام على الواقع ديالو، وكيولي واحد انسان شبح. فاطمه هي من بين الناس اللي كنتبعهم، من بين اللي نتبع معاهم، هي انسانه اللي عندها واحد الجراه، واحد الطاقه اللي رهيبه، وهذا هو اللي مطلوب في محاربه الادمان. اذا ما كانش الطلب نابع من الشخص، وهذا الطلب اللي كيعبر على الاراده ديالو باش من اجل التخلص من هاد الآفة القاتلة. وهاد الأخت هادي اللي كنتبعها أنا عندها واحد الرغبة اللي ما عمرني شفتها أنا، وكنتمنى لها إن شاء الله الشفاء، وراها بدأت معنا بالحصص العلاجية وبالحصص الدوائية، وعندها استجابة للعلاج، وكنتمنى لها إن شاء الله تعالج. أنا الهادي لهاد البوفا كيف قلت لك، كان عندي دي بروبليم بيرسونيل لي وتم لانفيرونمون اللي كانوا دايرين بيا الناس، كانوا دايرين بيا دي جون اللي كانوا كيتعاطوا ليها. في الحمد لله كانت ما سيتياسيون فينانسيير مزيانه، الوغ لقاو كونكور هنا راه انا واحد لو بوين يجبدوا منه الفلوس، و افيكتيفمون بقاو معايا حتى كلاو ليا فلوس كاملين، دي مليون ديغام اللي مشاو ليا. كنت كنخسر 10000 ديغام بار جور في البوفا، وكان كلشي كيجي كونسومي معايا. كان عندي ان بروبليم بيرسونيل، كانت اون سيباراسيون اي تو، لقاو داك لو تخو منين يدخلوا ليا. دونك جربت الشراب، جربت الشيشه، سانا با مارشي. اون فوا عطاوني داك الطاف الاولى ديال بوفا، سانا سولاجي. دونك لقيت راسي بانني نسيت بها المشاكل ديالي، نسيت بها اي حاجه كضرني. الوغ هكا بقات هذا بدا الادمان ديالي في بوفا، وليت يوميا توصلت لواحد ليطا انني نقدر ندير شي حوايج ماشي ديالي باش نقدر نتعاطى البوفا. وسالوا لي الفلوس، اضطريت نبيع شي حوايج بيرسونيل في الدار. كاينين الله يستر الناس اللي باعوا لحمهم، كاين رجال وعيالات اللي باعوا لحمهم على قبل البوفا، اللي كتخليك دير شي حوايج ماشي ديالك، ماشي ديال الزومه. كيف ما سمعتوا على هاد البليه ديال البوفا، الاعراض ديالها اللي كتادي كيف قالت الاخت فاطمه باللي العقل هي كتادي بزاف الاعراض، منهم القلب، الريه، العقل، هي كتسرح في الدم. وعاوتاني شنو كدير الاعراض ديالها؟ البرود، يعني الراجل ما كيبقاش راجل، والمراه ما كتبقاش مراه. ولو بيغ في هاد البوفا هو انك ملي كتستعملها اشنو كدير؟ ما كتبقاش عاقل، من نعس ما كتبقاش تنعسو، كتبقى حال عينيك. سكيل فاهم، ملي كتبغي تنعس خاصك ضروري تدوز البليه وحده اخرى، يا اما الحشيش يا اما القرقوبي، يعني بليات وحده اخرين، يعني بليه في بليه في بليه. اولا الصحه كتمشي، ثانيا الجيب كيمشي، ثالثا خدمه ما كاينش، رابعا فقدان الشهيه، الماكله ما كتبقاش، كيف كيقول هذا المثال، كتاخذك اللحم وكتلوحك عظم. يعني شنو الفائده منها هذه البليه هذه؟ كنتمنى من هذه الوليدات، وكنتمنى من هادو اللي كيبيعوا الله يجازيهم بخير، يحاولوا يتفاداو، لان البلاد ديالنا نقيه وزوينه، وكنتمنى من الدوله حتى هي تعاوننا شي شويه. بركه من المخدرات، بركه من تهلكه الاطفال ديالنا، بركه بلادنا كتخسروا فيها بزاف الحوايج. حرام المغرب بلد كيشرف جميع البلدان، ما كاينش اللي ما كيهضرش على المغرب، ما كاينش اللي ما كيبغيش يشوف البلد ديالنا، ما كاينش اللي ما باغيش يتعلم اللهجه ديالنا. كتشوفوا جميع المغنيين كيحاولوا باش يغنيوا باللهجه ديالنا وتخربوا لنا الاولاد ديالنا. كاينين الوليدات اللي هما قراو وتبلاو، اللي باللي هي كتبدا البليه ب 50 درهم، حرام ابخي كتولي غاليه. كاين اللي كيولي يضرب مو، كاين اللي كيولي يبيع ولادو، كاين اللي كيبيع حويجو، كاين اللي كيبيع بزاف على قبل البليه. والمشكل في هاد البليه كأن غادي تقول غادي تقطعها،
هي سي ديفيسيل باش تقطعها، لان صعيبه 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 لواحد الدرجه كبيره، وحتى الا حاولتي انك تقطعها غادي ترجع ليها الا ما كانتش عندك الاراده. اما الا كانت عندك الاراده بطبيعه الحال الا جيتي لجمعيات الازهر مرحبا بكم، فيها اطباء نفسانيين اللي نتوما كتعرفوا باش تمشيو عند الطبيب النفساني غالي، كاين فابور الادويه كذلك فابور. علاش؟ حيت هما حنا في الجمعيه هنا شنو الهدف ديالنا فيها؟ هو اننا نعاونوا الناس المدمنين على الادمان. داكشي علاش جمعيه الازهر مفتوحه لجميع الناس، مرحبا بكم كل من هو كيتعاطى اي مخدر، وكل انسان كيتعاطى اي حاجه من غير المخدرات، ولا اي انسان عنده منهم حتى النساء عندهم مشاكل، كاينين اطباء نفسانيين اللي كيعالجوا. شكرا.